أحد المؤطرين يعني أخذ يعني المحاضر وحب يخرج بها، يعني قبض عليه متلبس بذلك وحيل على العدالة، هو محل متابعة قضائية الآن. أما خروقات يعني ما سجلناهاش من قبل الناخبين ما عدا حالة واحدة في 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 نظن جلفة ولا مسيلة، أحد المترشحين بدافع لم نطالع عليه بعد يعني ضرب الصندوق الاقتراع وشقه وكذا، وبالطبع هذه ثاني جنحة خطيرة ما يسمحش بها، وحيل على السيد النائب العام اللي يتصرف في حقه. الحمد لله معناتها الناس أصبحت تحتكم للقوانين، هذا هو الشيء الإيجابي جدا، يعني ما 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 الناس بدات تحتكم للقانون، وهذه هي يعني البشائر اللي ان شاء الله توحي بان الجزائر الجديده ان شاء الله تكون في 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 كنف الاخوه، في في كنف الاحترام المتبادل بين المواطنين والالتزام بواجباتنا ازاء الدوله والمطالبه بحقوقنا فيما يسمح به القانون.